اليمن يراوح مكانه، يبحث لنفسه عن مخرج من أزمته السياسية والأمنية، مخرج بوساطة خارجية، حيث دعا مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي إلى سحب قواتها فوراً دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية اليمنية ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها بما في ذلك صنعاء. الشعب اليمني يستحق طريقا واضحا في عملية الانتقال السياسي والحكومة بناء على الاتفاقيات وقرارات هذا المجلس، مع وضع جدول زمني يعلن على الملأ ومواعيد محددة لإنجاز دستور جديد وإجراء استفتاء دستوري وانتخابات وطنية. فيما تتواصل الاحتجاجات والاشتباكات وسط البلاد، حيث أصيب 7 متظاهرين على الأقل جراء إطلاق مسلحين حوثيين عليهم النار. وأفادت المصادر بسقوط عدد من القتلى بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المركزي المعروف بالأمن الخاص ومسلحي اللجان الشعبية المناهضة لجماعة الحوثي في مدينة عدن، حيث سيطرت اللجان على عدد من المباني الحكومية. ليبقى اليمن ينزف جريحا مهددا بالانقسام بين جنوبي وشمالي وسط محاولات الأسرة الدولية وقف هذه المراوحة.